بمنتهى الأخلاق، ولكن محدش هيسكت على حاجة كانت بتحصل أو حاجة حصلت ضد النادي الأهلي أو ضد اسم النادي الأهلي أو ما يسيء للنادي الأهلي. دايما هنكون موجودين علشان إحنا بنمشي بسياسة عامة، بسياسة عامة هنا في القناة من خلال ما يحدث داخل النادي الأهلي والمحافظة على هذا الكيان الكبير الحقيقة اللي إحنا كلنا بننتمي إليه أو كلنا بنشتغل تحته. عشان كده أنا بقول لحضراتكم، والأهلي دايما لما بيجي يعمل شيء بينظر لشيء واحد فقط، وهو إزاي نعمل كده ولكن بالقانون، بالقانون وليس بأي شيء آخر، مش بالصوت العالي بنطلع تلاقي فلان اتكلم وعلان اتكلم، لا 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 ما عندناش احنا الكلام ده الحقيقة، ولكن دايما بتكون الأمور رايحة في اتجاه القانون. احنا دولة قانون، دولة مؤسسات، والقانون فيها هو اللي بيسود. عشان كده النادي الأهلي اتجه للقانون واتجه لمذكرات لكل الجهات اللي من الممكن أن يتم أو تحاسب من يتطاول على النادي الأهلي أو من يحاول أن يتطاول على النادي الأهلي ويلقي بالتهم جزافا. خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا كل البرامج اللي في القناة الحقيقة ردت وردود قاطعة على ما حدث في اليومين ثلاثة اللي فاتوا، وزي ما قلت لحضراتكم هيظل دائما هو ده المسلك اللي هنسلكه. احنا لن ننساق وراء أي حد بيتكلم ولا أي حد، لا احنا ممكن نقول كلام كتير جدا، ولكن احنا دايما اتعودنا او اتعلمنا هنا داخل النادي الاهلي وداخل هذه المنظومة الكبيرة الحقيقة وهذا الكيان الكبير، ان احنا دايما لما نيجي نتكلم بورق وبأدلة وبقوانين من خلال القوانين اللي بتبقى دايما موجودة، ان احنا زي ما قلت لحضراتكم ودايما هرجع اقول هذا الكلام، ان احنا دولة مؤسسات والقانون هو اللي بيسود فيها مش الصوت العالي، القانون هو اللي دايما يسود وليس الصوت العالي.